السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم صالح من قناة شطرنج وكلاش، ومعانا هجوم في دوري في دور الحروب. تمام، هنهاجم، هنخش ونهاجم كده، نشوف الخصم بتاعنا ايه مع بعضين. تمام، ده الخصم اللي قصادنا. تمام، تاون 14، بس كويس، سهل يعني، سهل ان شاء الله. تمام، هنهاجم معانا احنا تنانين كهربائي. تمام، والدعم بالون وتجميد. تمام، نبدأ نهجم مع بعضينا كده. بسم الله، توكلنا على الله. تمام، حط تنين هنا وتنين هنا. تمام، هاي نضف شوية، ماشي، واحد تاني هنا. تمام، مجرد ما الدعم يطلع. تمام، هننزل ايه، هننزل بقى الجنود. تمام، يلا. تمام، ماشي، جمد الدعم، نحط الملكة والبربري، وطبعا ايه، وطبعا الامر على وضع الجو. تمام، نجمد كمان مرة. تمام، والبطلة الملكية. تمام، ونجمد ايه، اهم حاجة نجمد التاون هول مع مدفعية النسر. تمام، ومع برج النار، فهو سهل اوي يعني، ان شاء الله يعني، حتى مش هنستخدم الدعم اللي معانا. تمام، مش، واهم حاجة ايه، خاصية الامر عشان ايه، نحمي الجنود. تمام، نجمد ده كمان مرة. تمام، ندي تسريع عشان خاطر الملكة تخلص على برج النار. تمام، والسكاتر اللي هنا. تمام، زي الفل كده، ايه، ختمنا بكل سهولة. هو الخصم سهل اوي اساسا يعني. تمام، زي الفل، ماشي ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.